بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس الكورونا خلال الأيام الأخيرة، قامت دائرة صحة نينوى وخلية الأزمة في محافظة نينوى بإجراءات استباقية لغرض الحد من زيادة أعداد الإصابات، وذلك من خلال قفل بعض المناطق مثل منطقة القلوات، حيث قامت دائرة صحة نينوى وبعض المنظمات المجتمع المدني ومنظمة الهلال الأحمر بعملية رش وتعفير لهذه المنطقة، وكذلك قامت دائرة صحة نينوى بعمليات مسح بكتات الفحص السريع، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للأشخاص الملامسين للأشخاص المصابين في هذه المنطقة. طبعا أيضا قامت دائرة صحة نينوى بإجراءات استباقية لفحص مناطق أخرى مثل منطقة شريخان ومنطقة بيسان، وأيضا قامت بعمل مسوحات بالفحص السريع، والحمد لله والشكر كانت النتائج كلها سلبية. الآن إن شاء الله الوضع استقر، حدود المحافظة حدود محافظة نينوى، يعني أقصد مداخل مدينة نينوى، مغلقة بالكامل. الإصابات اللي موجودة كلها تم إحالتها إلى منطقة العزل في دائرة صحة نينوى، جميع الملامسين الآن مودعين في العزل الصحي المخصص في دائرة صحة نينوى، وإن شاء الله الأمور تتجه بالاتجاه السليم إن شاء الله. طبعا احنا يعني وجهنا يعني السيد المحافظ وجه ان تكون يعني جميع المركبات اللي راح تمشي ان شاء الله من يوم الاحد القادم، يجب على كل السواق سواء كانوا سواق مركبات كبيرة او صغيرة، يجب عليهم ارتداء الكمامات وبدون استثناء، وخصوصا بصراحة أصحاب التاكسيات، يعني تحسبا لوجود أي لا سامح الله إصابة يتم نقلها إلى الأشخاص الآخرين. طبعا راح يكون هنالك محاسبة في هذا الموضوع من قبل المفارز المرور والقوات الأمنية المنتشرة في الشارع، فنرجو من أهلنا في محافظة نينوى الالتزام بهذا الموضوع ولبس الكمامات يعني أثناء قيادة المركبات في الشارع، ومثل ما قلنا يعني يتم التركيز على سواق التاكسيات بشكل خاص. كل الأشخاص اللي يقودون مركبات في شوارع محافظة نينوى يجب عليهم ارتداء الكمامات، يعني بدون استثناء كل الأشخاص يرتدون الكمامات بدون استثناء. طبعا سوف يكون هنالك غرامات من قبل مفارز المرور الموجوده في الشوارع، شوارع محافظه نينوى، وايضا سوف يتم هناك محاسب من قبل القوات الامنيه الموجوده في الشوارع. يعني هو عدد الإصابات تقريبا تعدى 30 إصابة بقليل، هذا لا يعني شيء، وخصوصا مع أنه جميع المصابين قادمين من خارج محافظة نينوى. إن شاء الله يعني بعد 15 يوم يتماثلون مثلا بالشفاء الجزء الأعظم منهم، راح ينخفض هذا العدد إن شاء الله إلى عدد قليل جدا، أو إن شاء الله ترجع نينوى خالية من الإصابة إن شاء الله. حاليا جميع المداخل مغلقة، يعني في الوقت الحالي كل المداخل مغلقة بشكل تام، وإذا كان هنالك حالات مثلا استثنائية فيتم معالجتها، وطبعا احنا ايضا نشيد بأهلنا بمحافظة نينوى ونطلب منهم انه يبلغون عن اي اشخاص داخلين بصورة غير شرعية الى المحافظة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ويتم يعني تطبيق القانون عليهم ان شاء الله. طبعا رسالة أخيرة نوجهها إلى أهلنا في محافظة نينوى، أنه
ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وإن شاء الله إن شاء الله يعني المشكلة ما تطول، وإن شاء الله محافظتنا ترجع خالية من الإصابة وترجع بيضاء مرة ثانية بإذن الله تعالى.